بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات حلوه هتعجبكم، وكلها حاجات كده يعني هنبدا بنوع رائع كلكم بتحبوه، بتشتروه من بره، سعره غالي جدا، ولكن احنا هنعمل كميه تكفي الاسره كلها ببساطه وبغير تكلفه زي ما انتم متخيلين. هنعمل الاكلير. اكلير نوع من انواع الحلويات، حشوته حلوه والتوبنج اللي على وشه حلو ومقاديره بسيطه ومتوفره في كل مكان. عندي المقادير نص لتر من الميه وكمان كوبايه من الزبده، معلقه سكر كبيره وكوبايتين من الدقيق وتسع بيضات. تمام. اما الحشو بقى هو كوبايه من الكريم باتسري وكوبايتين لبن، والتوبنج اللي على الوش شوكولاته دارك او شوكولاته بيضه زي ما بتحبوا. يلا بينا نعمل مع بعض الاكلير بمنتهى البساطه. احنا قلنا هنا نص لتر، ده بقى التكنيك بتاع الاكلير اهو. هنحط الميه وعليها الزبده، تمام كده، وبعدين هنستنى ناخد بس ايه معلقه السكر، وعليها رشه صغيره من الملح. رشه صغيره من الملح ليه؟ عشان تعمل توازن، وبعدين نجيب معلقه. هو ده الأهم حاجة في تسوية الإكلير. كنا لسه عاملين لكم قريب أوي بلح الشام، بلح الشام برضو قريب من الإكلير، ولكن كل حاجة ولها مقادير ولها طريقة. أنا بدوب الزبدة مع المية، ممكن تبقى مية ولبن، ممكن تبقى لبن بس، يعني يفضل المية واللبن أفضل، لكن المية أفضل بكتير كمان، طلع معانا أحلى إكلير ومش مكلفة أوي. خلاص الزبدة بتدوب أهي، أول ما هتوصل لمرحلة الغليان هضيف عليها الدقيق وافضل معاه ماشي واحدة واحدة لغاية العجينة ما تلم من حروف الكازرونة بتاعتي أو الحلة بتاعتي اللي أنا بعمل فيها. في الحالة دي هشيلها من على النار وأسيبها تبرد خالص، يعني نمشي مع بعض بالتكنيك واحدة واحدة كده أفضل بكتير من إن احنا نشوف. أو حطينا زي ما قلنا هنا المية، حطينا الزبدة، وحطينا كمان عليها السكر ورشة الملح اللي أنا قلت لكم عليها عشان تعمل توازن في الحلو بتاعنا. تمام كده. الدقيق جنبي اهو، هاخد بس يا دوب يغلي، لازم يغلي، في لسه شويه كتل من الزبده ما وصلتش للدوبان. اول ما توصل تدوب معايا، مش هستعمل سباتولا من دي خالص، هستعمل معلقه خشب تكون اجمد شويه. يبقى هنركز مع بعض، كل التفاصيل اللي انا بقولها دي تفاصيل مهمه جدا في عمايل الاكلير. والكمية اللي أنا عاملها دي هتعمل كمية كبيرة جدا، يعني تكفي الأسرة وتزيد، يعني مثلا تعمل لها بتاع 15 20 واحدة. اللي احنا بنروح نشتريها غالية قوي في أماكن معينة، يعني اللي خلاني أعمل الإكلير إن أنا كنت قاعد في مكان كده بشرب قهوة، فحد جاب إكلير جنبي من الناس. أنا ما بحبش آكل حلويات وكده عشان يعني، بس لقيتها غالية قوي، غالية جدا، فعشان كده قلت نعمل لكم الإكلير بمنتهى البساطة. بدأت المية تغلي، بدأت المية تغلي مع الزبدة، هضيف عليها الدقيق كله دفعة واحدة ونقلب. تمام كده، نفضل نقلب. أنا ما بضيفش الدقيق غير أما المية تغلي مع الزبدة، يعني ما نحطهاش وهي باردة خالص، وبفضل معاها زي ما انتم شايفين كده واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معايا خالص وتسيب الحروف، يبقى كده استوت معايا. ما ننفعش نطلعها دلوقتي خالص، لا لا لا، هتعمل معايا كتل وهيبقى وحش جدا الاكلير. لكن احنا بنسوي كده كل ما بلفها اهو، لسه ما وصلتش للمرحله اللي انا عايزها. بعرف امتى؟ لما بتبدا تسيب حرف الكازرونه بتاعتي، يبقى كده استوت معانا العجينه بتاعتنا دي بتاعت الاكلير اهو. بصوا بقى، هي كده بدات تسيبها، شايفين؟ خلاص كده بقت زي الفل. هرفعها ونسيبها تبرد خالص. بصوا بقى، هو ده اللي انا عايزه. شفتوا الحروف؟ سابت الحروف وبقت عجينه كويسه اهي. بصوا بقى اهي، تمام. العجينه دي بتاعتي لازم تبرد خالص، شايفينها؟ العجينه اهي بتاعت الاكلير بعد ما استوت معانا في الكازرونه لازم زي ما بقول لكم تبرد خالص. هنجيب كده صينيه بس نفردها عليها، تاخد لها دقيقتين ثلاثه علشان تبرد، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب هنا اهو هنقلب، نقلبها كده ونشيل بقى كل ده وناخد نفردها عشان تبرد سريعا. لو لاحظنا حاجة،
ان عشان انا العجينه مخدومه صح ومعموله صح، لو احنا رفعناها كده ما بتبقاش لازقه، ما بتبقاش لازقه في الصاج اللي انا حاطه او في الصينيه اللي انا حاططها معايا. ركزوا بس في الحاجات اللي احنا بنقولها دي، علشان دي برضو حاجه من الحاجات الاساسيه، لانها مخدومه صح الصح فما بتبقاش لازقه خالص اهي. اهي تمام. بفردها ونسيبها تبرد معانا شويه، وبعد كده هننزل عليها البيض، وننزل عليها نعملها بقى في كيس ونقطعها. ولكن تعالوا نعمل مع بعض مقادير الحشوه. عندي كوبايه من الكريم باتسري الباودر، موجود في اي مكان، موجود بيتباع في اي مكان، وان شاء الله هعمل لكم قريب يعني ان شاء الله. لو ما حد اهو شفتوا بقى، كوبايه من الكريم باتسري عليها كوبايتين من اللبن، حلو قوي كده. طيب ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى اي سائل تاني، يعني عصير مانجا، عصير تفاح، عصير اي حاجه انا بحبها يبقى فيه نكهه ينفع. طبعا هنحط كده ثلاث ارباع كميه اللبن ونقلب لغايه ما يتماسك معانا. هي بتبقى زي ما بقول الباودر او السائل ضعف الباودر، قده مرتين. شوفوا بقلبها، ما تخافوش قلبوا لغايه ما تتماسك معانا خالص اهو. بصوا كل ما بقلب اكتر كل ما بتمسك اكتر، شايفينها بقت تقيله معايا. وبعدين هكمل كميه اللبن كلها، ما تخافوش، ونقلب تاني لغايه ما الخليط ده يبقى زي الحشوه اللي احنا قلنا عليها. حلوه قوي، رائع اهو. بصوا بقى الخليط عامل ازاي، جميل. بفضل اقلب فيه كده لغايه ما احصل على القوام اللي انا عايزه، ما بيبقاش خفيف، ما بيبقاش خفيف، مع التقليب بيفضل يتماسك. كل ما بقلب اكتر كل ما بيتقل معايا اكتر اهو، اهو شايفينه بدا يتقل معايا ويبقى الخليط ده اللي انا عايزه. طب يا شيف يوسف، انا عامل حشوتين، حشوه بالشوكولاته وحشوه بالساده يعني، فهنعمل ايه؟ هناخد نص الكميه دي ونحطها على شويه شوكولاته سايحه بارده تديني اللون اللي انا عايزه. تمام. طب انا ما عنديش شوكولاته سايحه بارده، لا يعني لازم اساس ان انا احط لها حاجه غنيه يعني لو حبينا. لا كده بصوا بقى بدا يتقل معايا اهو، اه لو بصينا على القوام بدا يتقل معايا. كل ما بقلب اكتر كل ما بقلب اكتر اهو، كل ما بيتقل اكتر اهو، شايفينه؟ هقلب تاني اهو عشان تشوفوا بس القوام بيتقل معانا ازاي. حلو قوي، ونرفع كده. هو ده، هو ده القوام اللي انا عايزه بتاع الكريم باتسري. وزي ما قلت لكم ان شاء الله نحاول نعمل لكم مره كريم باتسري على الهواء ويعجبكم ان شاء الله. هروح ابص على العجينه بتاعتي ونقلبها علشان تبرد. زي ما قلت لازم نسيبها تبرد خالص اهو. لو انا استعملتها دلوقتي وهي سخنه بيحصل ايه بقى؟ العجينه يعني بتبقى طريه فممكن تخرز معايا، او كمان ممكن تطلع يعني مش مستويه قوي، يعني مطلع معايا تلاقيها سوفت شويه، وحده الاكلير تلاقيها كده هبطانه يعني. عشان كده لازم تخلوها تبرد خالص اهو. تمام. والبيض اهو زي ما قلنا هنحط كميه البيض بتاعتنا من 8 ل 9 يعني، من 8 ل 9. حلو قوي كده، خلاص بدات تبرد معايا خالص اهي. هنروح ناخد في العجان ونحط الخليط ده كله دفعه واحده، زي ما قلت لكم عشان هي مخدومه صح مش لازقه معايا، ما فيش حاجه لازقه معايا خالص في الصينيه اللي انا بحط فيها اهو، بتنزل معايا زي الفل. قطع اهو، هوريكم الصينيه كمان نظيفه ازاي. بصوا ما فيش حته لزقت فيها، ما فيش حته لزقت فيها. تمام. هخلص بعد ما نضفنا يعني خدنا كده وطلعت معايا فله، هنشغل العجان بتاعنا ونقول بسم الله اهو، شويه بشويه كده. هنحط البيض دفعه واحده يا شيف يوسي؟ لا خالص خالص. طب ممكن اضيف لها فانيليا؟ ممكن اضيف لها فانيليا، يعني اللي انتوا عايزينه. انا حطيت بيضتين اهو، حطيت بيضتين وهزود السرعه شويه. لو بصينا هنلاقي العجينه لازم تشرب الاول البيض وبعد كده زود شويه بشويه، يعني اول ما تشرب معايا البيض اهو هنزود شويه بشويه، بيضه بيضه لغايه ما تشرب معايا كل كميه البيض، وبعد كده نوريكم شكلها عامل ازاي.
نزود السرعه شويه كمان. موضوع بسيط، موضوع سهل ولذيذ قوي، وكمان العجينه دي بتبقى هشه كده يعني طعمها حلو قوي. ناخد بقى البيض اهو، ولازم العجينه تشرب معايا البيض واحده بواحده كده لغايه ما تشرب معايا كلها. ممكن ازود السرعه اكتر، اخر واحده. وزي ما قلت لكم ممكن نضيف جواها فانيليا، ممكن نضيف جواها فانيليا لو حابين، يعني بيديها ريحه حلوه وطعم حلو. انا خلصت العجينه، خلصت معانا فله العجينه دلوقتي زي الفل. زي ما قلت لكم لو عايزين نضيف شويه فانيليا اهو الفانيليا، علشان البيض يعني نقطتين فانيليا كده معاها. انا عارف ان هي ما بتاخدش، بس طبعا بتدي طعم حلو جواها. تمام، وتشيل. خلصنا، هرفع دلوقتي تشوفوا العجينه عامله ازاي. انا من الصبح بقول لكم على العجينه وقام، هو ده قوام العجينه. تمام، شايفينها؟ هي دي قوام العجينه بتاعتنا. هناخد بقى شويه في الكيس ونقطعهم. انا طبعا كنت عامل شويه قبل الهواء اهم. وطبعا بصوا العجينه دي هتمشي في الكيس زي الزبده زي ما بنقول كده. بناخد بقى نقطعها يعني بطول حوالي من 10 ل 12 سنتي، بطول حوالي من 10 ل 12 سنتي اهي. نمشي كده طويله كمان بس. تمام، عايز اجيب بس منديل هنا عشان ما يحركش الصينيه بتاعتنا. الحاجات الفنيات دي انا بحبكم تبقوا عارفينها، هي كده ما تتحركش معايا اهو. تمام، ناخد بقى كمان قطعه بنفس الطول يا جماعه، بس خليها المسافات بعيده، المسافات تبقى بعيده اهي. ونضغط في الاخر كده، شايفين؟ الحكايه بسيطه لذيذه، وممكن اوريها لكم بعد ما تستوي دلوقتي واحنا مع بعض اهو. بنضغط الطول كله يبقى قد بعض، الطول كله قد بعضه اهو. تمام، ومسافات لا، عشان هي بترفع المسافات دي، عشان هي بترفع معانا جوه الفرن، فلازم نعمل بينها وبين بعض مسافات. يعني انت شايفينها دي بتتضاعف حجمها، بيتضاعف حجمها. في حاجة هقول لكم ملحوظة فنية في الإكلير أو في البريفترول أو الحاجات دي، أول ما بندخله الفرن بعد شوية بنلاقيه رفع معانا وخد لون. لو احنا خرجناه هيهبط على طول، لو احنا خرجناه في ساعتها كده هيهبط، لازم يبقى مستوي خالص معانا. ناخد برضو هنا، تمام كده يبقى المسافات كلها قد بعض. وأنا بس هوريكم ده إن شاء الله يستوي معانا، ونوريكم شكله عامل إزاي. بصوا بقى، يبقى فيه باخد مسافة وبضغط علشان خاطر تطلع معايا كلها شكل واحد، والمسافات اللي احنا عملناها دي اهو حلوة قوي. تمام كده اهو، بسم الله بسم الله، حلوة قوي. يعني لو عندي صاج بقى كبير ممكن احط فيه ياخد كمية اكبر، ولكن احنا هنعمل دول وندخلهم الفرن دلوقتي ونوريكم شكلهم هيعمل ايه بعد شوية. طيب دلوقتي احنا خلصنا شويه، ممكن احط تاني واحط تالت، بس ده شكله اهو، نفس المسافات نفس الحجم كلها قد بعضها. هندخلها بقى الفرن ونسيبها. درجه الحراره كام بقى؟ ما بتزيدش عن 180 درجه الحراره، ما تزيدش عن 180 زي ما انتم شايفين. نظبط درجه الحراره وندخل، وما تستعجلوش عليها. أنا هوريكم بعد شوية لونها عامل إزاي، شكلها استوت. لو طلعناها بعد الوقت البسيط ده هتهبط معانا وشكلها يبقى وحش قوي. طبعا أنا عندي شوية مستويين هناخدهم علشان نوريكم بنجلسها إزاي أو بنحشيها إزاي، سواء كانت زي ما قلت لكم اللون البني. بنعمل إيه؟ بنحط شوية من الشوكولاتة السايحة على بقية الكمية الموجودة عندي، تديني بس تكون سايحة باردة. يعني ايه سايحه بارده؟ يعني تكون بدرجه حراره الجسم. لو درجه حراره الشوكولاته اللي انا مسيحها دي اعلى وحطيتها على الكريم باتسي هتخرز، هتلاقوها عامله كتل رفيعه، وده انا مش عايزه خالص. تمام، بكرر تاني، الشوكولاته تكون سايحه بارده هاخدها معايا،
نحطها على الكريم باتسري علشان خاطر تطلع معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه، الحشوه البني دي، وتكون سايحه بارده، سايحه بارده. لكن لو انا حطيت عليها وهي سخنه الشوكولاته هتلاقوها سايل. ملحوظه تانية في تسيح الشوكولاته، لما بحط الكازرونه على النار، لما بحط الكازرونه على النار وسيح الشوكولاته، اول ما الميه توصل للغليان بهدي النار خالص. اول ما الميه بتاعتي توصل للغليان بهدي النار خالص علشان خاطر برضو ما تخرزش معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي الشوكولاته البيضة وهناك الشوكولاته البني اهي، سايحين زي ما قلت، سايحه بارده. طيب يلا بينا، اهو اهم الاثنين جنب بعض. هناخد الحشوه بتاعتنا، في طريقتين للحشو. الطريقه الاولانيه ان انا بقطع، هوريكم بس ايه بنعملها ازاي بالراحه. بقطع قطعه للاخر كده، قطعتين. لو انتوا بصيتوا هنا هتلاقوا فيه فقاعات كبيره، هو ده الصح، ده كده الاكلير بتاعي مستوي سويناه صح. لو الاكلير عجينه من جوه يبقى ما استواش. بصوا دي شايفين دي، هفتح واحده تانيه اهي، شايفينها كده، ده الصح الصح. يبقى كده انا الاكلير بتاعي مستوي صح. وفي ناس بتحب تخليها محشيه وهي من الجنب كده اهي. فاحنا هناخد الكريم باتسري الابيض نحشيه كده بالراحه اهو، ده اهي حلو قوي. لو انا بقى في حاجه تانية، لو انا مش عايز يبان خالص الحشو بافتح فيها فتحه من تحت واحشيها من تحت، تمام؟ يعني كل اللي انتوا عايزينه احنا بنقول لكم عليه، تمام كده اهو. بنحشي ونضغط هنا يعني لما نخلص شويه، نخلي شويه بس نعملهم كده حشوات ابيض والبني زي ما قلت لكم. لازم تكون الشوكولاته سايحه بارده. دي بقى اهو حلو قوي. هنعمل بقى ايه؟ دي مفتوحه خالص، تمام كده. ونجيبها هنا ونجيب الغطا الغلافه اللي بره هنا جنب بعض. حلو قوي. نيجي نعمل ايه بقى؟ هنا بقى اللي هي فيها شوكولاته سايحه، ناخد روزيتات عشان تبقى رافعه معايا، هوريكم دلوقتي شكلها ازاي. اهو جميل، احلى اكلير ممكن تاكلوه مع الشيف يسري في مطبخ الحياه، حاجه جميله جديده. بصوا بقى هنا بقى، لو انا هحط شوكولاته غامقه بنزل، بمسك كده من الجنب وانزل هنا واضغط وارفعها اهي، تصفي معايا. شايفين؟ لازم تصفي معايا كل الزيادات دي. وبعدين ناخدها اهي اهي، نصفي كل الزيادات اهي، حلو قوي. وبعدين تصفي 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 تصفي، ونروح نحطها فين؟ على ما نضغطش بقى هنا، علشان عايز الحشوه تبان، علشان عايز الحشوه بتاعتي تبان، ما بضغطش على الخليط ده. ونجيب واحده ثانيه، نضغط ونصفي، لازم نصفي كل الزيادات دي. ليه بقى؟ لان لو حطيتها في طبق او حطيتها في حاجه هتنزل على الجناب، وانا مش عايزها تنزل على الجناب. ونيجي نحط واحده هنا وكمان هنا. اما الاخر بقى اللي هم محشيين من الجنب، هنوريكم دلوقتي بنحشيهم ازاي. شوفين اه، بمنتهى البساطه بصفي كل الزياده، ما بخليش فيها زياده خالص، بفضل معاها لغايه ما تتصفى معايا. ونجيبها نغطي بيها، ده طريقه المحشي من الجنب ده. هناخده كده بسم الله ونغطس ونصفي برده، مفيش اسهل من كده، تمام كده اهو. بنصفي خالص، نصفي نصفي، وبعد كده نجيبها هنا ونكرر العملية. ممكن ناخد بقى روزيتات من الشوكولاتة البيضة عليها، ممكن ناخد كمان روزيتات من شوية من الفستق، كل اللي انتوا بتحبوه هتعملوه معانا في برنامج مطبخ الحياة مع الشيف يسري. أوريتكم الإكلير من الألف للياء. هنستأذنكم دلوقتي، هناخد فاصل، وبعد الفاصل هنكمل مع بعض. هنعمل نوعين من الكيك بمنتهى البساطة، كيك ينفع
للموظفين اللي رايحين شغلهم، كيك ينفع لاطفالنا اللي رايحين المدارس، بسيط قوي لذيذ قوي، مكوناته موجوده في البيت عشان ما حدش يقول لك ما عنديش المكونات. بعد الفاصل خليكم معانا لان كل الممتع والجديد والتعليمي هتلاقوه مع الشيف يسري في مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل.